ما فنقول له في راس الجبل نصيب ناس عايشين هكذا كاينه منها. بصح اليوم جابنا لهاد الدوار. ايه انتم ايه راكم قرب في الفيلاج. ايه رانا قولي رانا في رانا في المدينه الداخل في قلبها. رانا في قلبها ولا لا وزيد عاطيلي نيميرو وعاطيلي في الدم الأونز وكيعطوني في الدم الأونز من بعد نحاولي روحنا للوالي قال لك انتما قال لك من بعد نشوفوا معكم الوالي الاول اللي قبل هذا اللي راه فوار قال لك من بعد نشوفوا معكم ونخدموا لكم تصفيات ونخلوكم هنايا من هذيك الساعه لحد هذه الساعه ايوا جاوا بدوا واحد القريه هنايا مركونا معاهم طلعنا هبطنا طلعنا هبطنا عندنا وامر مولاد فارس قال لك نعطوكم من بعد النهار الاخر قال لكم انتما صاي قال لكم قالوا دي باللي حنايا اعطينا الناس اللي راح يرحلهم وانتم من بعد نشوفوا معكم من حد هذيك الساعه لحد هذه الساعه مدوا من الكاس يعني 37 سنه هما عايشين في الطوب وفي الحجره شحال هذه العائله مازال هذه تسنى راني نشوف في بنات والله يبارك راهم نساء هذا الاب ربما راكم تشوفوه يتصبب عارقا راكم تشوفوا بمعنى ان الحراره هنا لا تطاق ابدا ربما الام تتفضل معنا روحي معنا الام ربما نشوفوا هذا المطبخ كيفاش راهم عايشين هذه الظروف شوفوا الدبان السخانه الغمه الميزيريه و ده حتحكي لي انت وتفتحي لي قلبك هي تريسينتي ولا باش عاونا لا جايبينو من عند الناس تريسينتي ولا ما نسعوه لا جايبينو من عند الناس واحد داير معنا خير ربي يكثر خيرو عاطينا خيط الله يكثر خيرو وزين وزين فيا ما تربي يعطي صحته لقد نهارته والا راكم عايشين في الظلمه والله رانا عايشين في الظلمه ما كاش راهو يسيل بالعرق سخانه هنا يعني حتى حنا كفريق برنامج حباب ربي هكذاك رانا صامدين رغم انه زعما حنا نجوزوا نهار في هذه الظروف فما بالكم 37 سنه هما عايشين هكذا صح.